السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة. قراءة تاروت تفصيلية برج الأسد، توقعات اليوم الاثنين 4 أبريل 2022. بس قبل ما يبدأ الفيديو، لو أنت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. نبدأ بسم الله بكروت الطاقات. الحدث المفتوح. ربما تشعر يا مولود برج الأسد إنك أنت اليوم متعدد الظنون، بتحاول توصل لنوايا الآخرين أو لأفكار الأشخاص من حولك، بما يرمز إن ربما عينك الثالثة في هذا اليوم تكون نشطة أكتر من الطبيعي. لذلك فطلب الإيضاح من الأشخاص الذين تعجز عن اكتشاف نواياهم أمر ضروري حتى تضع حدا لظنونك ولكي لا تعذبك الظنون. قم بمحاذاة الكون. لا ينبغي لك يا مولود برج الأسد إنك أنت تكون عكس الجميع، ينبغي إنك أنت تسير مع التيار، وإنك أنت ما تعاديش كل الأشخاص من حولك. الصاعد. خلق التواصل بينك وبين الآخرين من الأشخاص اللي بيختلفوا معك في ثقافتك أو في أسلوبك قد يكون شيء مميز، في حالة إذا اخترت أشخاص يرتقون عنك في الثقافة ولا ينحدرون عنك في الثقافة. فصاحب الأشخاص الذين تصعد معهم ولا ينزلوك إلى الأسفل. نبدأ القراءة. 4 سيوف، 7 عملات، و3 سيوف. ربما عندك في هذا اليوم حدث هام، وهو تخليص حقوق تحديدا للمنفصلين، يعني الأشخاص اللي كان حدث عندهم انفصال في الفترات السابقة، وربما يكون عندهم في هذا اليوم استعادة حقوق مالية عن هذا الانفصال. 4 سيوف. وضع برج الأسد في هذا الأمر كأنه هو الشخص الذي يراقب هذا الحدث من بعيد، ويراقب إنهاء الحقوق وإنهاء العلاقة في الوقت الحالي. أربع كؤوس، ملكة الكؤوس، وست كؤوس. نقدر نقول يا مولود برج الأسد، الجميع يحترمك وتحديدا عائلتك، اختلفت نظرتهم لك فأصبحوا يروك باحتراما شديد وبتقدير شديد على مجهوداتك التي بذلتها من أجلهم، ولذلك فإن نتيجة هذه النظرة الرائعة هو أنك الآن يا مولود برج الأسد تحيا الحياة التي لطالما تمنيتها ولطالما تمنيت أن تحياها طوال حياتك. 4 سيوف، 9 عصيان، وفارس السيوف. في هذا اليوم بيكون هناك قرارات هامة لها علاقة بالميراث، كتوزيع ميراث خاص بك
أو كتابة وصية أو التوصية، أو ربما خاص بأحد المقربين منك ويخصك توزيع هذا الميراث في هذا اليوم. قد يشعرك هذا الأمر بخوف شديد تجاه العدل في اتخاذ القرارات النهائية والفاصلة. خمسة عصيان، 10 عملات، وعجلة الحظ. كأن الكروت دي بتقول لك شيء مميز يا مولود برج الأسد، وهو أن الحظ كان حليفك لدرجة كبيرة حتى وصلت إلى ذروة طموحاتك المالية، وما تبقى لك الآن إلا مواجهة من يطمعون في الأموال التي تمكنت من بنائها واكتنازها طوال حياتك. النجمة، العصا الكبيرة، وتسع سيوف. قد يكون لديك هدف في هذا اليوم، وهو الحصول على حريتك واستعادة الظهور للمحيط من حولك. قد يكون دورك مؤثر كالشمس، قد تكون أنت مركز الكون للمحيطين من حولك، إلا أنك مقيد بالتزامات قرارات اتخذتها من أجل المحيط الخاص بك. بقدر ما تميزك هذه القرارات وتعطيك قيمتك في تحريك الأشخاص من حولك، بقدر ما ترهقك بالتزامات ينبغي عليك الثبات عليها. نهاية الأحداث، 7 كؤوس، الرجل المعلق، وملك العصا. نقدر نقول إن أوضاعك معلقة فيما يخص لقاء مع شخصية من صاحبات من أصحاب السلطة في تحقيق الأهداف التي تريدها، فتريد التقدم لهذه الشخصية بطلب لإنهاء خلاف أو مشكلة عندك والحصول على أشياء بتسعى إليها، إلا أن ربما يكون الرد متأخر أو أوضاعك معلقة بعض الشيء. وبتأتيك رسائل الرومانس بتقولك هيرت تو هيرت كونفرزيشن، يعني تحدث مع الشخص اللي بتحبه محادثة من القلب للقلب. This could be the one، من الممكن يكون الشخص ده هو الشخص المناسب ليك. تعال نبص على تبشيرات الأوركل. جذور الوفرة في حقوقك التي سوف تسترد لك بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافك التي تسعى إليها. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الأسد. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. صوما مقبولا يا مولود برج الأسد. السلام عليكم.